يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إنه كثيرا ما تفوته صلاة الفجر ويصليها بعد خروج وقتها بسبب نومه، فهل يأثم بذلك وهل يعد هذا من النفاق؟ إذا اعتاد هذا فلا يجوز، أما لو صار بعض المرات ويريد القيام وعازم عليه لكن ثقل عليه النوم بعض الليالي من غير قصد هذا يعذر، أما إنسان يستمر على هذا ما يجوز. ثم أيضا وين هو ينام؟ ما هو عند الناس، ما هو عند أهله، ما هو عنده ساعة، ما عنده منبهات. نعم.